دل على السلامة يا بطل. أسلمك يا باشا. سلامتك يا كوانا. بركة في الكوماندا. من النهاردة رقبتي في خدمته. أمرني يا جابر، أنا جاهز. زي ما اتفقنا يا نور بيه. لا، الكلام ده قبل ما اتعلم على رعد ورجالته. انت من النهارده دراع انور الزياتي اليمين، مش هتاخد مكافأة، انت هتاخد مكسب العملية دي 5%. لا طلب، انا مش عاوز فلوس. هما اللي عايزين. عاوز عربية رانج روفر. رانج روفر. مش خسارة فيك يا جابر، تستاهل قدها وزيادة. أمر يا باشا. سابو اللي في الجراج تديها لجابر وتخلص له الرخص بتاعتها. تمام. مبروك عليك الرانج روفر. تسلم يا باشا. بس خلي بالك من الطريق وانت سايق، ها؟ وخد بالك كويس من الفرامل. ما تقلقش يا عمر بيه، انا الطريق مصاحبني وانا مصاحبه. احلى على احلى. لا 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 لا، ايه يا كوماندا انت بتجري ليه كده؟ احنا داخلين سباق. في ايه؟ في ايه؟ واحنا بقالنا ساعة بنلف حوالين الفيلا دي، وايه الحوار؟ عاوز اعرف كل حاجة عن الناس دي، الصغيرة قبل الكبيرة، وعاوز اعرف صاحبها بيشتغل في ايه، وايه اللي مستخبي ولا بره، وعاوز اعرف مرضه سكتها فين وبتروح فين. تجيب لي كل حاجة عن الناس دي يا كوانة وتقراهم لي صفحة صفحة. حاضر. تجيب مني 5 6 7 عيال، بس اجيب واد الاول. طب وعايز تسمي الواد ايه؟ حسن.